مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم أنتي ثروة. هنتكلم النهاردة عن عمل المرأة، وزي ما احنا عارفين الإسلام كرم المرأة وجعلها مكان عظيمة جدا في الإسلام، فهي الأم والزوجة والبنت لها حقوق وواجبات، مش بس في العمل، كمان لها حقوق وواجبات في الميراث، ولها ذمه ماليه مستقله كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم، واختص لزينب بأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها ذمه ماليه مستقله. عمل المراه يمكن في خلاف كتير عليه في المجتمع، خاصه في الاونه الاخيره، زي ما احنا شايفين ان في بعض الفتاوى اللي ممكن نقول عليها شاذه اللي كانت واخده صدى على السوشيال ميديا، ما بين ان عمل المراه لا يجوز او ان هي ما تنفعش تخرج للعمل، وان المكان الافضل ليها ان هي تجلس تربي الاولاد في البيت. وطبعا كان في ردود فعل كتيره جدا ومعارضه للراي دوا او للفتوى هذه. فهنتكلم النهارده عن يعني عمل المرأة، هل يجوز ما بين الحلال والحرام من الناحية الإسلامية وأيضا في الناحية الاجتماعية. فمعانا ضيوف جمال جدا منورنا النهاردة، ويمكن معانا أول مرة يشرفنا الشيخ يوسف علي ببرنامجنا أنت ثروة. احنا عارفين أنه هو كان بينورنا ببرامج كتير قبل كده، الشيخ يوسف علي بن علماء الأزهر الشريف. ومعانا أستاذة منى سلامة المحامية بالاستئناف العالي، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورتينا النهارده. يمكن زي ما انتم شايفين على السوشيال ميديا ان عمل المراه يمكن بسبب فتوى بعض نقول الناس، مش ما اقدرش اقول علماء معلش، ففي ردود فعل نقول متباينه ما بين موافقه ومعارضه، وان لا المراه خاصه في الوقت ده وصلت لوزيره وسفيره وتقلدت العديد من المناصب ونجحت في الكثير جدا من المناصب ووصلت لمكانه يمكن ما كانتش بتحصل عليها قبل كده. فلما اجي اتكلم من الناحيه الاجتماعيه، حضرتك شايفه هل المراه يحق لها الخروج في العمل او الخروج للعمل يعني وما فيش قيود عليها، ولا انت شايفه لا في قيود؟ اولا ازيك، وبرحب بفضيله الشيخ. الموضوع اللي انت النهارده طرحتيه ده موضوع مهم جدا، وبالرغم ان احنا في سنه 2020 لقينا في فعلا بعض الناس او الاشخاص اللي بيطلعوا تصاريح وفتاوى بيهدروا فيها حق المراه، بس انا شايفه موضوع عمل المراه ده هو ليس اجبار عليها. يعني الاجبار هو على الرجل، لكن الست هو مش اجبار، لان المراه اساسها ثواني انت عايزه تقاطعيني من قبل، يعني انت شايفه ان المراه ان هي تخرج للعمل ده مش اضافه للمجتمع؟ لا اضافه، بس مش جبر. انا ما اجبرش المراه انها تخرج تشتغل. هي دلوقتي بقت سفيره ووزيره وقاضيه وطياره، وتقلدت تقريبا اغلب او معظم المناصب، لكن هو برضو ليس جبر، انت ما تقدريش تجبريها. تمام، هي النهارده لما بتخرج وبتبدع، الست لما بتعمل حاجه بتبقى مبدعه فيها. مش هقول ان هي مثلا افضل من الراجل، لكن دايما الست ليها لمسات خاصه في الشغل. يعني لو هتيجي تقارني بين يعني مش عايزه ادي مثال في حاجه معينه عشان ما يتاخدش عليا، هنقارن في اي وظيفه. لو هناخد مثلا سكرتاريه، انا بتكلم في حاجه بسيطه، هتلاقيها منظمه اكتر من سكرتير من الراجل. ده حقيقي. لكن قصه انها تخرج، خلي بالك برضه المراه تخرج منظمه في حاجات كتير جدا عن الرجل. هو هي الرجل منظمه في كل حاجه، والمراه بتبقى أيوة انا معاكي في الحته دي. لا هي مظبوطه كده، مش هيتفق معانا. طب شيخ يوسف برضه لما اجي اتكلم عن حكم عمل المراه في الاسلام. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبأشرف طبعا بأن أكون بحضرتك في هذا البرنامج الجديد أنت ثروة. الشرف لي. وكذلك يعني أتشرف بالأستاذة جزا الله خير ربنا يبارك فيها. وعمل المرأة عامة، وإن كان هو القضية فيها أو الموضوع عامة بالنسبة للمرأة، أقول قديم حديث، يعني لم يخلو زمان من الأزمنة إلا وفي الحديث عن بالنسبة للمرأة، هل يجوز الخروج أو لا يجوز، هل يجوز عملها أو لا يجوز العمل، هل يجوز أن هي تخرج لقضاء أمرها وشؤونها سواء بالنسبة للعمل أو في المجتمع أو عامة. يعني فالإسلام لم ينهى المرأة، وأنا مع الجملة اللي قالتها الأستاذة أنها ليست مرغمة على ذلك، ليست مطالبة
بجبرا أن تفعل أو تعمل أو ما شابه ذلك. لكن إن وجدت نفسها مثلا مضطرة إلى العمل، مضطرة للإبداع، مضطرة إلى أمر معين من العمل، تفعل ذلك الأمر. مثلا إن توفي عنها زوجها أو طلقت أو ليس لها هناك دخل إلا عليها إلا أن مثلا أن تعمل وأن تشتغل وتدخل عليها الدخل من المال أو ما شابه ذلك، لتغني نفسها وتعف نفسها وكذلك لأولادها. النبي صلى الله عليه وسلم على عهده وزمانه كثير من النساء خرجن للعمل، وخرجن حتى كذلك في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرجال يحملون السلاح. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ما هي الفكرة، مش أنا مش بتكلم دلوقتي في حلال وحرام، هو المفروض إن احنا متفقين إن خروج المرأة للعمل خلاص متفق عليه، تمام؟ أو إن هو حلال. طيب لما احنا ليه دلوقتي يعني بعد كل السنوات دي كل شويه بنقعد نجدد حلال وحرام وينفع وما ينفعش، وبنتكلم اشمعنى المراه اللي هي موضع يعني؟ طب ليه ما هو ما تكلمش على الراجل خاصه؟ معلش، اصل المراه دلوقتي زيها زي الراجل. ازاي بقى؟ هي دلوقتي اللي بترعى زيها زي الراجل بالظبط، الاسره هي اللي بتحمل المسؤوليه، هي اللي بتربي الاولاد. احيانا بتبقى المراه لوحدها حتى مع وجود الرجل، على فكره حتى أيوة. مع وجود الرجل في البيت كده. احيانا تبقى المراه هي السند الوحيد للبيت للاولاد عامه. فانا ليه دايما بحمل المراه كل العبء وكل الخلافات الدينيه؟ هي دي الفكره. ليه المراه إن هي موضع دايما خلافات دينيه، موضع حلال الجدل وحرام، بتثير الجدل؟ اذا كان ما فيش يعني مقصد ان ما فيش اصلا تحريم او نهي عن خروجها للعمل، بتكلم ليه بنفضل شوية نتكلم؟ فتوى طالعه من بعض الناس مدعين الشيوخ او مدعين الفتاوى اللي بيطلقوا على نفسهم علماء، ليه كل شويه الاقي حلال وحرام عن المراه بالذات، مش بس في العمل، في حاجات كتير جدا، ليه دايما حاطينها موضع اشتباه؟ والله حاول لحضرتك، ممكن اقول لك موضع الاشتباه عامه ممكن الاستغلال كثير من الناس لأمر المرأة للخروج مثلا، خلاص إن هي بالاختلاط مثلا، فيجعل الأمر فيه شبهة شيء مثلا، أقول لا الأولى أن تجلس في بيتها، مع أن الشرع والأصل نداها الحق ذلك الأمر أن تفعل، لكن بشروط مقيدة إن هي تخرج. يعني لو ضربنا مثلا في القرآن الكريم مثلا، الحق سبحانه وتعالى ما بيقص بعض الأمور، أمور للتشريع مش للتسلية يعني عامة. دايما لما ذكر أمر سيدنا موسى عليه السلام لما خرج، فوجد إيه يعني لما يريد الهجر من مكان اضطهاد وما شابه ذلك، أراد أن يخرج إلى مكان آخر، فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ده الأمر للعمل كمجتمع مثلا عامة كضرب المثل له. وبعد ذلك يقول حق سبحانه وتعالى ووجد من دونه امرأتان تزودان. طيب هو حضرتك معذرة اتكلمت كده في أول الحديث وقلت خلاص هي الدين الإسلامي اتفق على خروج المرأة للعمل، ولكن الاختلاف إذا وجدت مضايقات. طب ما هي المضايقات في الغالب بتبقى من الرجال، صح؟ تمام. طيب هو ليه برضو ان انا علشان الراجل هو اللي مضايق الست الخروج للعمل فانا هفتلها فتوى تقعدها في؟ طب ما يحترم نفسه، معلش. طيب ماشي، جميل. جميل. ماشي. جميل. انا هقول لحضرتك بس اوديك الحكم الشرعي هنا اللي هيفصل لك الامر اللي انت قلت عليه حضرتك. هنا لما رب ووجد من دونهم امرأتان تزودان، ان هو معناه ايه؟ لما سأل سيدنا موسى عليه السلام، أدخل لي بالك الحكمة اللي أنت بتسأل عليه، أو نفس الشيء اللي هو بالنسبة اضطرارها للعمل والرجل مثلا أنه يتطرق إليها وما شابه ذلك، أو ينظر إليها، أو التحرش كما يقال الآن في هذه الصورة مثلا، أو في اللفظ الدارج مثلا حاليا. ما هي دي الثقافة يا شيخ يوسف، معلش. ما أنا عايز أوصلك بس للمحة الإيمانية التربية نفسها. في آية في القرآن، تفضلي. يعني هقولها للشيخ، أنا يمكن مش من حفظة القرآن، بس ربنا قال ولا تخضعنا بالقول حتى فيطمع الذي في قلبه مرض. ده يا استاذة منى، ما هي على فكرة مش بتخضع للقول، مش كلهم بيخضعوا. لا معلش كده، اصل انا عايزه اكلمك بس، احنا في مصر صح، وانا ست محاميه عندي مكتبي وبنزل وبروح المحاكم وبشعري وبلبس لبس يعني متوسط، لا بعري جسمي ولا ببقى ضيق ولا الكلام ده كله. بس هرجع اقول لك على حاجه، انت في مجتمع له ثقافه معينه، تمام. ما ينفعش الصبح اجي خارجه رايحه المحكمه ابقى حاطه 2 كيلو بويه في وشي. انا كده مش رايحه الشغل، انا كده رايحه يعني انا يعني كلامي ناس كتير هتعترض عليه بس ده رايي، وهيفتح جدل وهيفتح باب للكلام والقيل والقال، لكن ده حقيقي. انا ما ينفعش اروح المحكمه بلبس
يثير الشبهات حواليا والجدل. انا راح اشتغل ولا راح استعرض؟ جميل. ليا لبس معين وليا معلش وليا شكل معين لازم احافظ عليه جوه الشغل. معلش طب انا واحده زي انا ليه ما تعرضتش لمضايقات؟ ما هو ده لا اقول لك انا حاجه بقى ما تعرضتيش مثلا سواء مش تحرش ايا كان نوع التحرش ده ايه في حياتك خالص؟ لا في حياتي في الشارع لا اتعرضت. طيب اتعرضت امتى؟ اتعرضت لسه في بدايه حياتي وانا في الجامعه وما احسنتش التصرف. لكن بعد كده لما تعرضت الموقف انا احسنت التصرف فوق الممتاز كمان. الست لازم تبقى قويه. انا عارفه استاذه منى اللي بتخرج اكيد اتوسط بيه وصايه حلوه اللي بتخرج بره بيتها علشان اكل العيش وعلشان مستقبلها وشغلها لازم تكون بتتصف بصفات معينه. الست زينه يا استاذه برضه. انا هقول لحضرتك دي الضوابط والاحكام لخروج المراه للعمل، ده هيقولها لنا الشيخ يوسف. ولكن هنا انا بجد مثلا ايه، المراه مضطره للخروج للعمل زي ما قلنا، ارمله زي ما قلنا، ممكن تكون هي سند الوحيد في البيت حتى مع وجود الرجل زي ما قلت، ممكن تكون الزوج مريض فهي الوحيده اللي بترعي دلوقتي الاسره، او ان هي بتقوم على رعايه والديها مش لازم ان هي تكون متزوجه. فكل الحالات دي هنا المراه خرجت زي ما نقول للضروره. طيب دلوقتي انت قلتي اصل مش لازم، انت حضرتك اتعرضتي في الشارع وزي ما قلتي ان مع على الرغم ان انت ملتزمه بالضوابط الشرعيه لخروج المراه، ومع ذلك بنتعرض لمضايقات سواء في الشارع او في العمل. ما هنا انت شايفه علشان انا بتعرض للمضايقات اقعد في البيت؟ يعني انت النهارده عندك بالبلدي كده في زميل ليكي في المكتب بيضايقك. اولا الست هي مفتاح المضايقه في الشغل بالذات. انت النهارده في مكتبك لو انت بتلتزمي مع زميلك، معلش انا مش لازم الصبح اجي افطر معاك ونضحك ونهزر والامور تخرج عن المسار الطبيعي. لا، دايما المضايقات جوه العمل غير الشارع. جوه العمل هو محكوم. مين اللي هيديله مفتاح التهريج؟ الست. في الشارع انت مش هتحكمي، انت مش عارفه ده مين وده مين، ده بيتحرش ده مش كويس الكويس والوحش. لكن جوه الشغل انت لو معاكي ابليس جوه الشغل في مكتبك جوه الشغل، وهكررها اهو، مختلف. انت اللي بتدي المساحه للي قدامك. هو ممكن يبتدي لكن مجرد معلش ما انت تاخدي موقف وتحطي الحد وتقولي له انت ليك حد بيني وبينك، صح، هو لن يجرؤ مره اخرى ان هو يتعدى عليكي اثناء تاديه عملك. في مضايقات، يعني انا قلت لك ان المضايقه بتيجي حتى لو انت ملتزمه. الست ما تقدم في العمل، ما تقدميش تنازلات. بص انا ما عنديش في صالف الكلام ده، انا ما عنديش في صالفك. انا جاي لي موكل النهارده حاسه ان هو باسلوب كلامه مش عاجبني، لا معلش اتكلم كويس. مش لازم الرقه، مش لازم تبقي ست. طيب مش لازم يعني الخضوع. هو زي الحته اللي قالتها الاستاذه قوله سبحانه وتعالى، الرجل دايما بينظر للمراه نظره شهوانيه، سواء في الشارع المتدني او في العمل. طيب انا عايزه كلمه، يعني حكم الرجل اللي بيعمل كده سواء في العمل، حتى والله لو المراه دايما في كتير سيدات يعني طالعين فقط زي ما بنقول كده فقط لاكل عيشهم، لا هم في دماغهم حاجه تاني، خضوع بالقول او غيره، هي فقط راح عايزه تربي الولاد تربيه كويسه فبتطلع للعمل، وده كتير من حالات السيدات المصريات يعني. فهنا الرجل اللي بينظر للمراه نظره حيوانيه، يعني حكمه ايه بقى في الشريعه الاسلاميه؟ هو ده بالنسبه النظره بتاعته اللي هو النظره للمراه شهوانيه او نظره التدني او ما شابه ذلك، اقول قله الايمان في قلبه. طبعا لو كان هو متمسك بشرع ودين يتقي الله سبحانه وتعالى، كما يعني لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من سيدنا جبريل عليه السلام ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. دي امر المراقب مع الله سبحانه وتعالى. لو كان يراقب ربنا سبحانه وتعالى على صدق وايمان في النفس في القلب لن يتعرض لامراه كبيره او صغيره، جميله او غير جميله، مستتره او غير مستتره. لا، هو بالنسبه له خلاص هو يرضي ربنا اولا، لن ينظر المراه بنظره خادشه او ما شابه ذلك. وان وجدت المراه زي ما قالت الاستاذه مثلا شيء من الامر ده، هي ان يعني لو فتحت الباب اولا مره واثنين وثلاثه خلاص هو هياخد على الامر ده. انما اغلقت الباب من البدايه وقفلت الباب ده، خلاص هو بالنسبه له حتى ولو كان ينظر هذه النظره الشهوانيه لن يستطيع ان يجرؤ بعد ذلك. في ناس ما بتتغيرش، واغلب الرجاله على فكره والله بيعملوا مضايقات بدون اي سبب، فاهم ازاي؟ كلهم انا شايفه ان كله بينظر للمراه
يعني نظرة شهوة ومن غير أي سبب. الفكرة إن مش المرأة هي اللي بتبدأ بالخطوبة، هو اللي عنده مرض. لا هو طب ده يعني الشخص اللي كده هقول المجتمع المصري كله مريض. لا لا، إيه المجتمع المصري؟ لا 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 ما نقدرش نتجرم على الناس على هذا الفعل، ونقدر نقول الكلمة. احنا في ناس بنتعامل معاها، معلش، في بعض الرجال بنتعامل معاهم، هو ما بيجي يتكلم معايا ما بيبصش في وشي، يبقى باصص في الأرض، باصص في أي حاجة تانية. الحياة على فكرة مش مرتبط بالست بس، في رجالة عندها حياة، في رجالة عندها أدب وعندها تدين. أنا مش عايزة دايما الـ يعني السيئة تعم، لا أنا عندي شباب في بلدي ورجالة في بلدي محترمين وبيصونوا وبيقدروا فعلا يعني إيه ست. صح. انا والدي من سنين السنين كان الحامي بتاع بنات البلد، ما كان كانوا يطلعوا، ما كانش في حد يستجرى يزعله على الزمن، مطلع ولاده نفس التربيه. جميل. مفيش حاجه اسمها ان انا اتعدى على واحده، ان انا ابص لواحده، ان انا افرض عليها نفسي، مفيش الكلام ده غير ناس كتير جدا. معلش انا عيلتي ما عنديش، بس عيلتي راجل بالسلوكيات دي، بس هو القرى زي ما تقول ليها سلوكياتها ولها يعني انطباعها بيختلف. لا انا احنا مش عايشين في القرى، احنا اخواتي وولاد عمامي والجيل اللي طالع مش في القرى، احنا طالعين في المدن. لا هو يتربى على الامر ده، التربية والاصل بتاعه اصل نظيف زي ما احنا القرى. نوجه دلوقتي احنا نوجه رساله للاب وللام وللخال والعم والخالة والناس الكبيرة اللي زينا، ان انتوا تلحقوا، ان انتوا يعني تحاولوا تربوا ابنائكم وتربوا بناتكم على القوة وحسن التصرف في المواقف اللي زي كده. واطلع راجل، اطلع راجل. احنا ليه دايما انا شايفة الولادة والشباب عندهم حس التفرقة، ان انا ولد، يعني حتى لما يجي الولد الصغير يلعب ما لا انا الراجل، يعني دايما عندنا حته العنصريه، الراجل انا اعمل حاجات فالبنت ما تعملهاش، اللي هي حته التفرقه حتى في التعامل. ويمكن يعني ده كان زمان برضه يا استاذه، مش يعني الحاجات دي دلوقتي ممكن تبقى ايه موجوده، بس مش بنسبه كبيره زي الاول. زمان ايام ما كان الراجل هو اللي يقعد، ولاده الصبيان هم اللي يقعدوا ياكلوا وبعدين البنات تقعد. انت عندك ده دلوقتي؟ موجود. لا طبعا لا 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 موجود. والله العظيم موجود يا جماعه، بس وان وجد في قله موجود، لكن منقرض. منقرض يعني مش منقرض ولا حاجه، وما زال حتى في المدينه على فكره. تعاملت مع ناس انت تعرفيني بيهم، انا هروح لهم يعني. نفسي اقول والله اسمهم على الهوا بس مش هينفع، وعايزه اقول لكم في اماكن معروفه يعني، عرفيني. ولكن دايما حتى كانت عزومه مشهوره جدا، كانت في مدينه اكتوبر كبيره جدا العزومه دي، وطلعت الرجاله اكلت الاول، وصاحب العزومه قال يعني بعد ما تخلص الرجال المفروض السيده بتطلع. لا حصلت مشكله. طب هقول لحضرتك حاجه، هو ممكن في الحته دي ممكن على احتمال هو يعني خوفا من الاختلاط مثلا، يعني هو كوجهة نظر بالنسبة انت بتتكلمي في عزومة يعني انت حضرتك بتتكلمي في عزومة، انا في بيتي لا يبقى عندي عزومة وفيها رجالة وفيها ستات. ما الراجل اللي عمل لا ثواني يا ستي، انا اقعد انا مع اصحاب والدي اكل ليه انا واشرب ليه؟ ما هم يقعدوا وياخدوا راحتهم ويتبسطوا. يعني انت لما تبقي عازمة صديقات ليكي، هو انت لازم اخواتك الصبيان يجوا يقعدوا والدك يجي يقعد؟ في فرق. انا استاذة منى، ان حضرتك بتدافع عن الراجل يعني مش بدافع. هناك فرق بين الاسرة، هناك فرق بين الاسرة، ان انا قاعدة مع اخواتي على ترابيزة واحدة، طبلية واحدة، على سفرة واحدة، وإن أنا عندي عزومة في بيتي. بالظبط. هضرب لك مثل بالنسبة نفس الشيء اللي حضرتك بتقوليه، مثلا هي في النسبة للعزومة، إن هما كانوا الرجال أول ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بالنسبة للوضوء كان موجود، ما كانش طبعا في الحنفيات وما شابه ذلك حاليا دلوقتي متواجد. كان بيعملوا الماء في إناء كبير، كان يتوضأ الرجال أولا ثم بعد ذلك ينصرفوا، ثم يأتوا النساء فيتوضأن ثم يخرجن فيصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. بس هنا معلش أنت مع الفرق طبعا، ان هتقولي لي على اساس الوضوء في ممكن تكشف نفسها بالظبط كده. طيب هنا لما كان هم بالنسبه لهم هنا يتوضوا هنا بعد ما توضى، هل ممكن يكون مثلا انا اخليه مثلا الامر ده عام؟ لا، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بيته ودخل ابن ام مكتوم وكان رجل اعمى، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب، فقلنا يا رسول الله انه اعمى، قال الستان تنظران؟ يعني كفايه انتوا هتنظروا. اذا دليل ان في زي ما قلت للاستاذه ان في حواجب وفي امور انا ممكن لا اعمل لها حد، لكن بعد كده خلاص لو كان في مثابه العمل او ما شابه ذلك في حدود شرعيه بالظبط وبدون اختلاط وضوابط وبادب وضوابط له ضوابط لا مانع من ذلك. لكن ما ينفعش انا اخلي مثلا مكان في حبه في اختلاط او طعام وشراب مثلا
اصحابي انا ممكن تدعين الامر ده، ممكن اصحابي ياكلوا في البيت، هتيجي زوجتي مثلا واخت زوجتي مثلا ذلك، هتقعد معاهم تاكل معاهم؟ لا انا عن نفسي، انا عن نفسي لا دين ولا عرف اذا ولا كان الاختلاط ملوش داعي فخلاص بالظبط ملهاش لازمه يعني. يعني هو الامر بالنسبه ده شيء وده شيء اخر بالنسبه طيب. للعمل واختلاطها للضروره امر اخر. ما هو طب انا دلوقتي حكم عمل المراه في الشريعه الاسلاميه لغير حاجه، يعني ست مستريحه ماديا، جوزها مش معوزها حاجه، بس هي عايزه تشتغل زي ما نقول بالمعنى الدارج، عايزه تثبت نفسها، عايزه تحس ان هي بتعمل حاجه في حياتها، فالحكم هنا ايه في الشريعه الاسلاميه؟ والله اذا كان هي العمل بالنسبه لها كحياة ولا يؤثر على أمر بيتها وزوجها فلا حرج من ذلك. ولذلك الإمام الشيرازي رحمه الله كان يقول إذا خرجت المرأة للعمل فإنه يضاعف عليها الأمران فيجعل عليها من الضعف. يعني عازبين يقول إيه إن المرأة إذا خرجت بس العمل بتاعها هيؤثر على بيتها، هيؤثر على زوجها وعلى أولادها، لا الأولى لها أن تجلس في بيتها. إذا كانت هي ده لغير الضرورة، ما هي لغير الضرورة لأن لا. أحيانا الضرورة لا الضرورة تبقى مضطرة أيوة الضرورة تلح. ولذلك الحديث اللي قلت حضرتك قبل كده لما يجي صلى الله عليه وسلم في الآية القرآنية ربنا سبحانه وتعالى ما بيذكر ذلك الأمر، سيدنا موسى عليه السلام لما سأل المرأتان قالت وأبونا شيخ كبير، إذا دللوا على الأمر أن في علة أن نحن خرجنا لها، نحن ما خرجناش كده الأمر، نحن خرجنا وأبونا شيخ كبير، يعني إذا لا يوجد ولد أو لا يوجد رجل وأبوهما شيخ كبير لا يقوى على الحركة أو القوام على ذلك الأمر، إذن جلسوا لأمر لضرورة في ذلك والله الأمر. ما هو أنا دايما بقول إن لو كان في رجل في البيت ما كانش المرأة تخرج للعمل، يعني أنا مش بقلل من شأن المرأة لا بالعكس، إن دايما البيت بيبقى محتاج فده اللي بيجعل المرأة تخرج للعمل. أنا معايا بس اتصال تليفوني من أستاذ ياسر، اتفضل يا أستاذ ياسر. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ياسر صح كده؟ يا مرحبا. اهلا بحضرتك يا شيخ ياسر، ازيك عامل ايه؟ منورين. ربنا يبارك في حضرتك، ده حضرتك والله اللي يعني اسعدتنا باتصالك. طيب. ما شاء الله عليكم، ربنا يبارك فيكم جميعا ان شاء الله. الله يكرمك ويسترك. زي ما انت عارف يا شيخ ياسر احنا بنتكلم عن عمل المرأة في المجتمع وفي الشريعة الإسلامية، فحضرتك شايف ان يعني رأيك انت ان خروج المرأة ما فيهوش اي تجاوز وعادي جدا ان هي تخرج للعمل، ولا حضرتك حاططها بشروط ان لازم تخرج لما تبقى محتاجة للعمل؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد تحياتي لحضرتك طبعا ولمولانا، ربنا يبارك فيه يا رب. الله يكرمك ما شاء الله. الله يكرمك ربنا يخليك. والأستاذة الفاضلة ربنا يجزيكم خير إن شاء الله جميعا يا رب. وإياكم يا رب إن شاء الله، جزاك الله خيرا. ما شاء الله. طبعا هو المسألة يعني يمكن مولانا اتكلم باستفاضة، ربنا يبارك فيه. الله يكرمك. واللي كنت أنا أقوله النهاردة بفضل الله راجل قال وربنا يبارك فيه يعني. الإسلام طبعا كرم المرأة بلا شك، ومن تكريم المرأة إن هو جعلها في مملكتها الخاصة اللي هو البيت بتاعها، ده المملكة الخاصة بالمرأة أولا وأخيرا. لكن إحنا بنقول إذا يعني كان هناك داعي وسبب للخروج فلا حرج شرع إن شاء الله، طبعا بالضوابط اللي مولانا رب تكلم فيها، الضوابط عدم الاختلاط، أمن الفتنة، الكلام ده كله مفيش مشكلة خالص. وآية جميلة الآية يعني بتاعت قالت إحداهما وأبونا شيخ كبير. فطبعا الآية ديت حتى مولانا الشيخ الشعراوي رحمه الله هو بيقف معاها كده ليه تفسير جميل فيها وخواطر جميلة، قال الآية ديت كفيلة لوحدها تحل المشكلة خروج المرأة. إن طبعا مولانا الشيخ الشعراوي يعني رأيه واضح في هذه المسألة، عدم خروج المرأة إلا لضرورة. نعم. وده يعني الرأي يعني يمكن الأقرب للصواب، عدم خروج المرأة إلا للضرورة. فهنا بتعتذر في الآية وتقول إيه وأبونا شيخ كبير، يبقى إذا الضرورة اقتضت إن هم يخرجوا عشان عذر أبيهم. تمام. فخلاص يبقى إذا الأصل في عدم خروج المرأة، الأصل في المسألة زي ما ربنا قال وقرنا في بيوتكن، ده الأصل. تمام. لكن في مشكلة عندنا في ظروف، واحدة أرملة تسعى على تامة كذا كذا إلى آخره، فإن شاء الله ما فيش حاجة، ما فيش يعني الموقف شرعا ما فيش أدنى مشكلة، لكن طبعا بضوابط وشروط. وأنا بصراحة مش لاقي حاجة أقول الشيخ ما شاء الله عليه أفاض وأجاد، ربنا يبارك فيه. جزاك الله كل خير يا شيخ يوسف، وأشكرك جدا على اتصالك ونورتنا النهاردة في البرنامج. جزاك الله خير. في شكر حضرتك.
طيب انا شايفه ان انتم متفقين مع يعني ان لا المراه تخرج ولكن بضوابط وشروط. طيب انا لما اجي اتكلم عن السيدات يعني المشاهير في الاسلام بعملهم اقدر اقول مين ومين ومين؟ لا طبعا احنا عارفين ان الرسول كان دايما بيستشير اصلا زوجاته لما بيجي ياخد قرار سواء في حرب او في غيره، ويمكن بيبقى في الغالب القرار مش قراره، بيبقى قرار امهات المؤمنين. طيب وعارفين ان في برضو زي سيده رفايده كانت اول ممرضه في الاسلام، ام في كثير، وفي إيه؟ ام عطيه كذلك خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقال ان هي خرجت في الغزو، افتكرتها الانصاري ام شفاء، وام عطيه الانصاريه خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابه 7 مرات تخرج وهي تحمي حصنا معينا، وقيل انها كذلك انها خرجت يوم من الايام وهي تضمم جراح الجرحى، اذا دليل هي يجوز انك تخرج لامر معين، يعني امر تخرج له كذلك. كثير من النساء خرجن ايام النبي صلى الله عليه وسلم. انا ليه بسال حضرتك السؤال ده؟ حضرتك بالنسبه للاشياء اللي ذكرت حته جميله جدا، بالنسبه للاستشاره ده دليل ان عقل المراه كذلك ان لها استيعاب احيانا في امور قد تغلق على الرجل. يعني حاشا لله ان نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلق على الامر، لكن عشان ان يبين الشرع الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو وحي ان يبين مكانه المراه وقدرها في الاسلام. لما السيده ام سلمه لما النبي صلى الله عليه وسلم اراد في صلح الحديبيه واستقر الامر في اخر الامر على ان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود مره في السنه القابله او القادمه الى الحج او العمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ايه؟ ان يحلقوا وان يذبحوا هديهم. فكلهم امتنعوا، كيف نفعل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وهو مغضب، يعني تخيل ان المراه يعني اقول حمت امه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت هذا الوقت ان لغضب من الله سبحانه وتعالى وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ما يغضبك يا رسول الله؟ ايه الامر يعني؟ قال فشكى لها الامر كذا وكذا وكذا ان المسلمون لا ياتمرون بامر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله هلا خرجت فلا تسال احدا فتحلق ثم تذبح، فان فعلت ذلك فعلوا كما فعلت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق صلى الله عليه وسلم ونحر هديه صلى الله عليه وسلم، فلما راى الصحابه ذلك الامر كلهم فعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجت الامه كلهم من غضب النبي صلى الله عليه وسلم او غضب الله سبحانه وتعالى باستشاره السيده ام سلمه رضي الله عنها وارضاها. تمام، انا سالت حضرتك السؤال ده علشان دايما في سؤال بيتكرر، هل المراه تصلح لجميع الاعمال ولا لا في اعمال لا تصلح لها المراه؟ اكيد في اعمال المراه لا تصلح لها. زي بس إيه؟ هي زي إيه؟ يعني دلوقتي احنا شايفين السيده وزيره وسفيره ورئيسه الجمهوريه في بعض الدول ووزيره الدفاع في بعض الدول وسواقه وسباكه كل حاجة ونجاره صح؟ والسيدات طيب. المصريات يعني انا طبعا بوجه لهم تحيه من المكان دوت، ان فعليا الست المصريه اثبتت ان هي يعني ليها في كل حاجه صح، ان ما فيش شغلانه ما بتعرفش تعملها، ما فيش حاجه ما بتعرفش تعملها، يعني ما شاء الله عليهم يعني. طيب لا والطبيعي وخدي بالك برضو يعني لا في حاجه في مجتمعنا هنا دايما الشغلانه اللي ما تليقش على الست بتجيب لها مشاكل وبتجيب لها المضايقات. يعني انت نزل سواقه في موقف هتعمل مشاكل بس صدقني يعني وعن تجربه في ست كانت بتشتغل على العربيه في اكتوبر هنا تمام اتعرضت لمضايقات وحاجات زي كده، دلوقتي يشوفوها الناس تبقى زي الالف. ليه؟ حطت ضوابط، حطت حدود، بقت تخلت عن انوثتها. يعني دايما الشغلانه اللي ما تليقش عليها هتخليها تتخلى عن انوثتها تماما، شكلا وموضوعا وصوت وكل حاجه. برضو دايما حكايه تخلت عن انوثتها، تخلت عن انوثتها، هل الامر ده هو علشان هو عندنا ينفع؟ لا هنا اسمعنا بالظبط ينفع لا. لان الراجل هنا المصري هو اللي عنده نقص معلش، وممكن ما يكونش في راجل في حياتها اصلا، ممكن ما يكونش لا في راجل خالص في حياتها خالص. هو دايما الراجل المصري اصلا يعني الست اللي بيبصر للمراه على انها اقل منه
وهو لا احنا محتاجين نربي اولادنا. ما بتحبهمش ليه كده؟ في ناس كويسه، ولكن دي الحقيقه على فكره. في ناس كويسه، في ناس كويسه، معلش هو فعلا التعميم غلط، ولكن الاغلبيه ان انا محتاجه الولد يتربى على ان لا ما فيش فرق ما بين الولد والبنت، وان المفروض هو اللي يشيل البنت مش العكس، ان البنت اللي طبعا. دايما لما بتكبر على فكره هي اللي بتشيل اهلها مش الولد اللي بيشيل اهله. طيب انا برضو في سؤال هساله للشيخ يوسف وهيرجع لحضرتك كده، ولكن بسرعه لان الحلقه وشكت على الانتهاء. طيب اذا كان العمل هيسبب سبب في الانفصال او الطلاق، الحكم في الحاله دي هيكون ايه يا شيخ يوسف؟ لو كان والله العمل سيؤدي الى الانفصال والزوج قادر على الانفاق وقادر على استيعاب بيته، اقول للمراه وجب عليها ان تجلس في بيتها. يبقى ما تخرجش. طبعا، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه سالت زوجها الطلاق فيما لا باس فمحرم عليه عرف الجنه، وفي لفظ لا تشم رائحه الجنه وان ريحها ليشم من مسيره كذا وكذا. فهنا سؤال لو قالت له ايه معلش؟ ايما امراه سالت زوجها الطلاق، لانه هي مدام من غير سبب يعني. بالضبط، لان الرجل هو قائم على بيته وقادر انه ينفق، مع ان عندنا حاله الخلع موجوده وكانت من غير سبب برضه يا شيخ يوسف. لا يجوز. هو ايه اللي لا يجوز؟ طب هقول لحضرتك حاجه، ما حاله الخلع هي اللي كان لها سبب، هي قالت له انا ما فيش حاجه فيه، هو راجل كويس زي الفل، انا مش عايزاه، مش عايز اعيش معاه تاني. مش عايزه ليه؟ مش عايزه ايه الضروره؟ ما فيش ضروره. لا لا مش عايزاه خلاص، الله تقيم حدود الله، مش قادره تعيش مع هذا الشخص. يبقى دي ضروره، يبقى في سبب. ما انا بقول لك لا ما فيش سبب، هي عايزه تشتغل وبس، انا عايز اشتغل. انا شايفه ليه نفس السؤال لحضرتك برضو وبسرعه كده، معلش بسرعه عشان ما اخدش كلامها، بس ما اخدش الوقت بتاعها. الحلقه تعتبر خلصت. التضاد هنا بالنسبه لها، لو كان هنا هو يا اما تشتغلي يا اما تتطلقي، يبقى لا تجلس في بيتها. ست فكره انها تطلب الطلاق او جوزها يخيرها ما بين الشغل وما بين الطلاق، انا ما اقدرش اقول تتطلق ما تتطلقش. انا عندي حالات الست تجبر زوجها لا هخرج اشتغل، ما فيهاش كلام. للسبب لما يبقى عندي شخص مدمن للمخدرات، يبقى في سبب، شخص ما غير جدير اصلا ان هو يشيل البيت. جميل. انا كنت بتكلم كده من الاول يعني، لا مش كده، انا الكلام مش مطلق يعني، الراجل مش راجل قايم على البيت والراجل، لكن انا ست النهارده زوجي لا ثواني، انا ست النهارده زوجي مكفي البيت وبيعمل لي كل حاجه ومش مخليني محتاجه اي حاجه، واقول له لا انا هخرج اشتغل، يبقى لا. لا معلش، ما هو ده هيبقى طلاق في غير سبب. لا معلش. انما لو مش قادر على البيت، حالات على اعتبار حديكي مثل كمان الشرع عندنا احنا، لو على اعتبار لو هو مكفيها في البيت اكل وطعام وشراب وينفق على البيت بالزبط. لكن هي لا تقوى بالنسبه لها امر كدين يعني، مش قادره تستوعب ان هو زوج ليها مثلا. انا الحلقه خلصت وبشكركم يعني جزيلا انتوا الاثنين، استاذه منى سلام المحاميه بالاستئناف العالي، والشيخ يوسف علي من علماء الازهر الشريف، نورتوني النهارده بجد، والحلقه كانت سخنه ونتمنى ان احنا نكون وصلنا معلومه مفيده للمشاهدين، وان شاء الله نلتقي معكم في حلقات ثانيه، واشكركم مشاهدينا، وانتظروني وانت ثروه.